اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. الحلقه النهارده مميزه جدا وان شاء الله تعجبكم وتكون مفيده بالنسبه لكم. وقبل ما ابدا الحلقه الحقيقه انا حابه اشكر من قلبي رضوى والشباب بتوع التحضيرات كلهم الشيفات والمساعدين، لان حقيقي حقيقي اتهلكوا معايا، فانا بشكرهم جدا جدا جدا. ودايما بكرر وبعيد ان لولاهم الحلقات ما تطلعش زي ما انتم بتشوفوها، لان احنا في الاخر واجهه بنقدم مجهود كل الناس اللي ورا الكاميرا، مش بس طبعا الاعداد والمساعدين الشيفات، المصورين والاخراج والانتاج وكل الناس. احنا بنتوج شغلهم باننا نطلع نقدمه لكم على الشاشه، لكن الحقيقه ان هم بيشتغلوا اكتر مننا كتير جدا ورا الكاميرا، فانا حقيقي بشكرهم جدا جدا جدا. نبدا بقى. ده مش معناه ان انتوا ما تشتغلوش في الحلقه وان احنا نتخانق، ده دي نقره ودي نقره. ايوه عشان ما تتبسطوش بس يعني. طيب عندنا حلقه عيش. انتوا طلبتوا مننا كتير التوست البني، هنعمله لكم بعد طبعا الحمد لله ما جربتوا التوست الابيض وعجبكم وطلع مظبوط جدا الحمد لله. هنعمل العيش البلدي اللي هو العيش اللي بالرده الاسمر بتاعنا المصري، هنعمل العيش الشامي اللي هو العيش الابيض عندنا في مصر اسمه كده العيش الابيض، وهنعمل العيش الصاج صح؟ ان شاء الله انا هركز باذن الله ما تقلقوش. طيب هبدا بالعيش الشامي. العيش الشامي عندنا عباره عن كوبايتين دقيق ابيض، زيت ذره معلقه كبيره، ملح رشه ملح، نص معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره ونص خميره، ميه للعجن حوالي كوبايه وتكون ميه دافيه، وحوالي كوبايه لاني هنزلها بالتدريج فمش شرط ان انا استخدمها كلها. هعمل ايه؟ هاخد الدقيق كوبايتين الدقيق عليهم رشه الملح، نص معلقه سكر، معلقه ونص خميره فوريه، واحط المقادير الجافه دي كلها في العجان، وبعدين هنزل الزيت معلقه الزيت، وبعدين ابدا انزل بالميه واحده واحده. يلا بسم الله. معلقه الزيت وبعدين اقفل، هشغل وبعدين هدفي الميه لان الميه اللي عندي هنا مش دافيه، فهعمل ايه؟ هقول لكم هعمل ايه. هاخد نص من الميه العاديه وهحط نص عليها من الميه السخنه، فكده تبقى دافيه عشان تسرع معايا شويه الايه؟ المأمورية. اوكي ابتدي بقى انزل واحده واحده، وكالعاده اول ما العجينه تلم وتسيب اطراف العجان وتلف مع العجان يبقى العجينه عندي جهزت. بسم الله بالتدريج. تمام. بعد كده هتكون العجينه عندي جاهزه، هعمل فيها ايه؟ هاخدها واكيسها كويس جدا واسيبها تخمر. ده شكلها بعد ما خمرت اهي. باخدها اقسطها على او اشكلها يعني او اعمل لها اقسمها. يا سلام عليكي. لسه عايشه اهي كويس. اقسمها على الرغيفه اللي انا عايزاها. اوكي؟ واسيبها تخمر، يعني اهو يا اخمرها كده وبعدين هقطعها، يا اما بقطعها واسيبها تخمر متقطعه. بعد كده اعمل ايه بقى؟ اقوم جايبه دقيق انشف بس هنا لان انا عندي هنا ميه سحبوا مني الفوطه، زهقوا مني. زهقوا مني وسحبوا مني الفوطه ولا ايه؟ اهو وادي الدقيق. خلاص خلاص مش مشكله، ما انا اتصرفت. حاجات بسيطه كلها. واخد الرغيف اللي انا سبته عشان يتخمر واقوم جايبه
النشابه وفرداه. طيب ملحوظه بقى مهمه جدا للعيش، واحد السلاح يطول، المفروض ان الرغيف يكون رفيع خالص. اتنين، الحاجه اللي هسوي فيها سواء كانت الفرن او الصينيه الطاسه اللي على النار لازم تكون سخنه مولعه. ثلاثة، بعد ما افرد رغيف العيش الشامي لازم اسيبه اقل حاجه على جنب هنا 10 دقائق، وهبدا يعني انا هحطهم بالترتيب عشان هبدا من بره لجوه وانا بسوي، لازم ابدا باللي سبته يرتاح الاول. ها؟ خمسة، لما اجي اقلب العيش بخلي بالي ما امسكش العيش كده، لان كده انا بمسك الطبقات مع بعضها تاني فمش هيقب. هو لو ما قبش مش مشكله برضو، هو طعمه هيبقى حلو جدا برضو، بس انا يعني بقول لكم عشان تاخدوا عيش قابب وحلو ما تمسكوهوش عشان ما تقفلوش الطبقات على بعضها. لما اجي اشيله بشيله من تحت بحذر شديد 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 اهو، حتى وانا بقلب على النار نفس الكلام. ادي بصوا 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 بصوا، التانيه دي اللي اتعملت مني وانا بعمل بالنشابه دي مش هتعلى، فاقوم عامله ايه انا قبل ما اسيبها ترتاح او مفكاها اهو عشان مش هتعلى لانها متطبقه على بعض. كفايه ثلاثة عشان نسوي. يلا طيب، حقيقه رضوى اقترحت اقتراح ذكي جدا ان احنا نجيب لكم من انواع العيش اللي احنا عملنا منها نسخ هنا بيتي، يعني نسخه تانية من بره عشان نوريكم الفرق في الشكل، لان الحقيقه طلع فيه فرق. يعني انا كنت متخيله ان الفرق هيبقى لصالح المنتج اللي جاي من بره، بس الحقيقه لا. فاحنا حاطين لكم على الترابيزه على جنب منبوذين كده على اليمين المنتجات اللي جايه من بره، العيش التوست والعيش الشامي والعيش البلدي والعيش الصاج، وعلى الشمال هتلاقوا المنتجات البيتي اللي احنا عاملينها في البيت. وهتحسوا بفرق على فكره، هتحسوا فرق كبير ما بين الحاجتين، شكلهم فعلا مختلف. يعني دول الجاهزين، مش هقول ماركات بقى، ان الله حليم ستار. وبعدين على الشمال هتلاقوا النسخ اللي احنا عاملينها. تعالوا بقى هبدا من بره زي ما اتفقنا، وزي ما اتفقنا بصوا هشيل العيش ازاي عشان دي خطوه مهمه، بس انا طبعا ما سبتوش يرتاح. بصوا ازاي اهو من غير ما اقوم ماسكه الطبقات مع بعضها، وانا ما سبتوش يرتاح، المفروض اسيبه اقل حاجه 10 دقائق، انا وقتي ما يسمحش كالعاده. بسم الله، اما هحطه زي ما شفتوا انا بحط كله من تحت وهسيبه لحد ما يبتدي يعلى. اول ما يبتدي يعلى اقوم نقلاه على الناحيه الثانيه على طول لحد ما هو يبتدي يعلى. هطلع فاصل، انا مسخنه الطاسه كويس جدا 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 سخنه مولعه، وقبل ما تطلعوا فاصل هتبتدوا تلاقوا، معلش يا طارق، هنا فقاقيع الهواء هي بدات تشتغل اهو اهو، شايف يا طارق؟ ايوه ايوه بصوا اهو بدا يقب ويعلى اهو، شفتوا؟ خساره نطلع فاصل والله. يلا معلش هنطلع فاصل ونرجع نسوي مع بعض العيش الشامي ونبدا على طول في العيش البلدي. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. عملنا قبل الفاصل مع بعض العيش الشامي، تعالوا بقى نعمل العيش البلدي. العيش البلدي اللي هو بالنسبه لنا في مصر العيش الاسمر او العيش اللي بالرده. في نسخه ثالثه اللي هي العيش الابيض اللي بالرده. لا انا هعمل العيش البني، العيش الاسمر اللي بالرده. شفتوا؟ تعالوا معايا هناك. يلا هنا هنعمل العيش الابيض اللي بالرده، وبعدين هناك هنعمل العيش التوست الاسمر اللي بالرده برضو. اوكي، يبقى هنا انا هعمل العيش الابيض اللي بالرده. امتى يبقى اسمر بالرده بقى؟ لما اشيل الدقيق الابيض ده واستخدم بداله دقيق اسمر، هيبقى اسمر بالرده بنفس المقادير بنفس كل حاجه، ما توتروش نفسكم. اوكي، كوبايه ونص دقيق ابيض، نص كوبايه من الرده، معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية، رشة ملح،
ميه للعجن حسب ما هياخد العجين معايا، ربع كوبايه زيت. هعمل ايه؟ ادي رشه الملح على الدقيق، الخميره، الرده، الزيت، واروح على العجان. هاخد كل ده على العجان ومعايا الميه، ابتدي ازود الميه واحده واحده لحد ما اشوف الدنيا فيها ايه. وخلينا نعمل ده مع بعض في بوله عشان تبقوا شايفين اهو. نعجنه على ايدينا لان الكميه قليله اهي. كل المقادير على بعضها اهي، واتاكد الاول ان كل ده امتزج كويس جدا اهو. وبعدين اقوم جايبه الميه اللي انا اوريدي كنت دفيتها، وابتدي انزل نقطه نقطه واعجن. الميه لو سخنه الخميره هتموت، الميه لو مش دافيه الخميره هتشتغل بس ببطء شديد. واعجن يا رب. واحط نقطه ميه اهو، بس كده خلاص انا كده مش محتاجه ميه تاني. اول ما تتلم معايا وتبقى عجينه يبقى انا مش محتاجه ميه تاني. اعجن بقى كويس قوي اهو. نخلي بالنا لو استخدمنا دقيق اسمر هيبقى مفرول شويه وتقيل شويه، وده شيء طبيعي لان الدقيق الاسمر غير الدقيق الابيض، فدي نتيجه طبيعيه. بس كده انا مش محتاجه ميه تاني اهو. عجنت كويس جدا 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 اهو. بصوا اهي، بصوا ما بتلزقش في ايدي خالص اهي اهي، عشان بس تبقوا مطمئنين اهو. اوكي نسيبها بقى تخمر، نسيبها تخمر ونجيب النسخة اللي احنا مخمرينها. جيلون نمسح بيه الدنيا هنا، دول كده عشان تبقوا شايفين. اوكي عايزين تفردوه على دقيق ابيض، اوكي عايزين تفردوه على رده، اوكي انا عندي شويه رده هنا هسرق منهم شويه. تعالى الوصفه اللي بعدها عشان نفرده على رده. يبقى احنا كده عملنا العيش الابيض اللي بالرده، ممكن نحوله لعيش اسمر بالرده. ازاي؟ باننا نستخدم الدقيق البني، الدقيق الاسمر، وبعدين نبتدي نقسط رغيفة العيش بتاعتنا حسب الحجم اللي احنا عايزينه، وبعدين نبتدي نقفل العجينة من تحت. لازم القفلة تبقى من تحت، صوابعي بتلم القفلة لتحت اهي. وبعد ما لم القفلة لتحت كده وافرد على الردة وادي الردة من ناحيتين، لازم القفلة تفضل من تحت، ولازم اسيبها ترجع تاني ترتاح الرغيف عشان اعرف اشتغل بيه. ولو احتاجنا دقيق ابيض موجود معانا برضو جنبنا اهو. بره عشان اعرف انا بدات بايه وافرد. عشان لازم ابدا يعني اسوي باول واحد بدات اريحه، ولازم اريح اقل حاجه يا جماعه 10 دقايق، عشان انا اللي يعني اللي احنا بنعمله ده مش هيدينا طبعا نتيجه. احنا الوقت عندنا متسربع، بس انتوا في البيت لا، ادوله وقته. عملناه وريحناه وظبطناه وزي الفل اهو الحمد لله اهو. هنرمي بقى بقيه الرده دي طبعا، لا هنقوم واخدينها على عيش كده، ارميش حاجه احنا، ترابيزتنا زي الفل
الرده بتاعتنا زي الفل، نلمها على العيش كده اهو. الله، طاسه على النار، رده على الطاسه عشان ما العيش ما يلزقش زي ما بنعمل في السمك المشوي. ونبدا من بره لجوه ونحط. بسم الله الرحمن الرحيم. وشايفين احنا بنمسك العيش ازاي؟ بنمسك العيش من تحت، ما بنمسكوش كده ونكربسه على بعضه. يلا اهو، مش وقتك يا بوتاجاز. يلا، طبعا طبعا ينفع ان احنا نسوي في الفرن على الصاجه اللي تحت خالص دي، في الفرن اللي هو احنا بنسميه قعر الفرن، يعني الفرن من تحت خالص ونسوي من تحت، مفيش مشكله خالص. يعني ممكن نحط رغيف كده، ايه رايكم؟ اهو من تحت خالص هنا، بسم الله، واقوم حاطه العيش اهو. اللي مش عايز، ما عندوش طاسه، ما مش عايز يسوي على النار اهو، بصوا هيبتدي يقب اهو. شايفين؟ شايفين يا ولاد بدا يقب ازاي؟ الله، هضطر اقفل بقى عشان بس السخونيه كلها ما تطلعش بره، بس انتوا شايفين العيش بيقب ازاي. فاحنا كده ماشيين تمام. اوكي، شكرا جزيلا، وهنسيبه يستوي. اوكي، شكرا. يلا، عايزين تطلعوا فاصل؟ يلا، بصراحة أنا كمان عايزة فاصل. نطلع فاصل، أنظف المكان هنا ونرجع نعمل مع بعض النوعين العيش اللي فاضلين. استنونا. أهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. طيب انا بس يا طارق عايزه اوري الناس برضو كده يعني فكره قبل ما نبتدي برضو نكمل، هو احنا ايه المنتجات بتاعتنا طلع شكلها ايه. ادي العيش الشامي او العيش الابيض اللي احنا بنتكلم عليه، يعني احنا في مصر بنسميه العيش الابيض يعني، او العيش الشامي زي ما يطلع. اوكي، اهو بصوا طلع حلو ازاي. عايزيني افتحه؟ بص بص، عشان بس الناس تطمئن ان السندوتشات هتتعمل للولاد في المدرسه وما فيش اي مشاكل. اه بص بقى، شويه جبنه، بطيخ، متشكرين جدا. طيب، وادي العيش البلدي او العيش اللي احنا بنقول عليه ايه، العيش اللي بالرده. بصوا اهو، برضو سندوتشات والدنيا زي الفل وما فيش اي مشاكل. اوكي، في نوعين عيش تانيين اللي هو الصاج والتوست، بس دول احنا لسه هنشتغل فيهم. تعالوا نعمل العيش التوست بقى البني. يلا، طعمه حلو قوي على فكره. 5 كوبايات دي اسمر. لو انا هحط معاه رده عشان ارفع القيمه الغذائيه، هشيل كوبايه من العيش معلش من الدقيق الاسمر وهحط كوبايه من الرده. نقول تاني، انا عندي 5 كوبايات من الدقيق الاسمر، الدقيق الحبه الكامله زي ما بيسموه. لو انا هشيل من هنا كوبايه، هحط مكانها كوبايه من الرده. مش عايزه احط رده، يبقى 5 كوبايات كده. المعلومه واضحه؟ ان شاء الله تكون واضحه. اريد كوبايه. نقول بقيه المقادير الاول. يبقى 5 كوبايات دقيق اسمر او 4 وواحده رده، 3/4 كوباية لبن بودرة، 2 معلقة بيكنج باودر، 2 معلقة خميرة فورية. ينفع في كل أنواع العيش اللي استخدمناها نستخدم خميرة بيرة لو أنتوا حابين، بس الخميرة البيرة حديها السكر واللبن أو المية الدافية على جنب لمدة ربع ساعة الأول وبعدين ابتدي اشتغل. 2.5 كوباية من المية الدافية وهنزلهم واحدة واحدة. 1/2 كوباية زبادي لايت، خلي الدسم، 1/4 كوباية زيت ذرة أو زيت عباد شمس أو أي زيت، رشة ملح ومعلقتين سكر. ما العمل دلوقتي؟ أدي الكوباية، يبقى هنا 4
وادي الرده. لبن بودره، بيكنج باودر، سكر، خميره، ملح، واروح على العجان. احط كل المقادير الجافه، انزل عليهم بالزيت، زبادي، ليكوا فريش كده يا ولاد، لازم نمشي نفسنا. يلا اقفل واشغل، انزل بالميه واحده واحده بالتدريج، ميه دافيه. لحد ما تتكون معايا عجينه. شكرا. بعد ما تتكون معايا عجينه اوقف الميه واعجن لمده 10 دقايق. هيبقى عندي عجينه هسيبها تخمر. بعد ما تخمر هجيب القالب بتاع عيش التوست او بتاع الانجليش كيك، هحط فيه نقطة من الدقيق الاسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد العجينة، هحط دقيق اسمر وردة، مع الدقيق الاسمر والردة دول انا ممكن احط حبوب، يعني احط جنين قمح، احط بذر الكتان، احط اللي هو قلت جنين القمح وبذر الكتان، لا اللي هو اللب ده، دوار الشمس اسمه ايه؟ لا لا اللي هو يا ولاد اللب الابيض له اسم بقى، بذور دوار الشمس، عباد الشمس، يعني حاجه زي كده. هي رضوى هتجيب لنا الاسم دلوقتي. خلاص يا ولاد خلاص انا اسفه. بصوا على الدقيق الاسمر والرده كونا الرغيف بتاع التوست. طيب دي الحته المقفوله بتاعه العيش، يبقى دي اللي هتبقى تحت. شكرا يا طارق. دي هتبقى تحت اهي هنا. ونظبط العيش بتاعنا. انا طبعا طبعا هسيبه يخمر مره كمان، فمش فارق معايا قوي ان انا انزل منه الهواء، بس في نفس الوقت عايزه ايدي تبقى حنينه عليه، ما بقاش يعني بتك جامد قوي. اوكي رصيت، اديله بقى على الوش جنين القمح، بذر الكتان، زي ما بقول لكم كده اللي هو الحبوب بتاعه اللب دي، هقول لكم اسمها دلوقتي حالا اهو، واسيبه يخمر. بعد ما يخمر هدخله الفرن. طول ما العيش في الفرن بيستوي، سواء كان العيش التوست او اي نوع عيش انا بسويه، بفتح الفرن ومعايا بخاخه ميه ببخ على الحته اللي ما فيهاش عيش، على الصاجه بتاعه الفرن من تحت، عشان تطلع بخار، عشان تفتح العيش، وعلشان تخلي الطبقه اللي بره تبقى مقرمشه وحلوه، وجوه العيش طري وحلو جدا، فده هيتساب يخمر. بعد ما يطلع هيبقى ده شكله. لو سمحت يا طارق توريه لهم لحد ما انا اشيل اللي انا عملته ده. التوست البني. بعد ما يطلع ده هيبقى شكله اللي هو في الطبق الابيض. تشوفوه لحد ما انا بس ايه اسيطر على الوضع هنا. يلا ايوه هو ده. شكرا جزيلا. استخدموه بقى في الفطار، تستخدموه للولاد، تستخدموه لنفسكم. زي ما قلت تضيفوا عليه جنين القمح، تضيفوا عليه بذر الكتان، تضيفوا عليه
الحبوب بتاعه اللب الابيض دي ولا اسمها ايه، دوار الشمس. شفتي بقى عماله اقول لك دوار الشمس من الصبح، بذور دوار الشمس وعباد الشمس صح. اه اللي هو اللب الابيض يا جماعه، اللب الابيض المتقشر. انتوا هتوترونا ليه؟ اللب الابيض المتقشر، بس هو فعلا ايوه اسمه كده. لب البطيخ ما ينفعش بقى كده، احنا هنفتي بقى. لا هو صح، بذور دوار الشمس او عباد الشمس اللي هو اللب الابيض المتقشر، اللي اساسا احنا لما بنروح نجيب التوست او الباجيت بيبقى عليه. وممكن احط له على فكره شوفان على الوش برضو. يعني افكار وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. نطلع فاصل صح؟ يلا نطلع فاصل ونرجع نعمل العيش الصاج. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. اخر وصفه معانا النهارده، الوصفه الرابعه والاخيره. احنا عملنا العيش الشامي الابيض، عملنا العيش البلدي الابيض بالرده، وقلنا ازاي هنعمله اسمر بالرده بنفس الطريقه، بس هنشيل الـ 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 الدقيق الابيض وهنحط دقيق اسمر او هنمزج بين الاثنين. عملنا كمان التوست الاسمر، وقلنا ان احنا ممكن نحط له شوفان، جنين قمح، بذر الكتان، او بذور دوار الشمس او عباد الشمس اللي هو اللب الابيض المتقشر. بيتباع، وكل الحاجات دي يا جماعه بتتباع دلوقتي عند كل العطارين وعند كل السوبر ماركت الكبار وعند كل محلات المكسرات الكبيره. طيب العيش الصاج او العيش بتاع الشاورما، احنا مسمينه كده في مصر يعني عيش الشاورما. كوبايتين دقيق ابيض، 3/4 كوبايه من اللبن الدافي، 2 معلقه كبيره زبادي، خلي الدسم كامل الدسم اللي يريحكم، معلقه صغيره خميره فوريه، معلقه صغيره سكر، رشه ملح على الدقيق، رشه الملح، السكر، الخميره احط هنا، واحط الاول الزبادي، اشغل العجان، وبعدين اللبن الدافي هنزله واحده واحده لان ممكن ما احتاجوش كله. اشغل نخلي بالنا يا جماعه، ملحوظه مهمه جدا جدا، العيش لما ابتدي اسويه ما سيبوش، انا حطاه كده عشان انا عايزاكم تشوفوه. العيش اول ما يطلع من الفرن او من على الطاسه لازم اغطيه بفوطه ناشفه نظيفه ما فيهاش اي ريحه، واغطيه كويس جدا والا العيش هينشف. ابتدي انزل باللبن، اول ما العجينه تلم اوقف السائل اللي هو اللبن في الحاله دي، اول ما اوقف اللبن هبتدي اسيبه يتعجن لمدة 10 دقايق، وبعدين أسيبه يخمر. نوقف بس عشان تسمعوني، لما يخمر هيبقى ده شكله. هاخد من العجينة على الدقيق، طبعا حجم الرغيف انتوا حرين فيه يعني زي ما انتوا عايزين، عايزين الرغيف كبير صغير اللي يريحكوا، وابتدي أفرد في العيش. طيب العيش الصاج عيش ما بيتفتحش، بيتلف، بنلف فيه الشاورما، ولذلك احنا مش عايزينه يقب. فبنعمل ايه بقى التكنيك بتاع التسويه بتاعه؟ هقول لكم حاجه ينفع نعمل بيه اي سندوتشات، لبنه، جبنه، شاورما، اللي انتوا عايزينه بينفع لاي حاجه، بس ده انا عايزاه رفيع خالص، فمعلش ايه عشان كده حتى انا قطعت منه حته صغيره لاني عارفه انها هتديني مساحه كبيره، لاني هرفعها خالص 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 لانه تاني مش هيتفتح، فانا مش عايزه منه سمك. اخده واحط الطاسه على النار، واقوم منزله واجيب منديل في ايدي نضيف، ها، وابتدي بصوا بصوا فقاقيع الهواء بدات تظهر ازاي.
بصوا يا جماعه، بصوا فقاقيع الهواء بدات تظهر ازاي او منزلاها. انا مش عايزاه يقب، فافضل بقى واقفه قدامه، وكل ما حته منه تعمل تكون هواء اقوم منزلاها. يا بوتاجاز اهو، ومعايا المنديل، وابتدي ايه، بصوا بيبدا على طول على طول يستوي، ما بياخدش وقت خالص. وقتنا ايه طارق؟ يلا اهو، لا حول ولا قوه الا بالله، اهو. طيب نراجع، ممكن يلا نراجع عقبال ما الرغيف ده هسيبه يستوي. انا انضف بس اغسل ايدي بقى عشان انا حالتي كده صعبه، ونراجع واحده واحده بالراحه خالص خالص احنا عملنا ايه لحد ما الرغيف ده يستوي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نروح هناك، وتعالوا كمان ناخد السكينه لان احنا ما وريناكوش التوست. يلا تعالوا نشوف التوست مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا يا سلام، رائع رائع رائع. وادي العيش الصاج اهو، بصوا اهو، دي كانت منتجاتنا البيتي النهارده، منتجات العيش من خير ما زرعنا. طيب عملنا عملنا العيش الصاج، حطينا كوبايتين دقيق ابيض، ثلاث ارباع كوبايه من اللبن الدافي بالتدريج، معلقتين كبار زبادي، معلقه صغيره خميره فوريه، معلقه صغيره سكر، رشه ملح. دايما السائل في الاربع اصناف دافي وبالتدريج لان ممكن ما استخدموش كله، والاربع اصناف بعجن واسيبه يتخمر، وبعدين بعد ما بفرد او بشكل او ايا كان بسيبه ربع ساعه تانية. ده كان العيش الصاج. العيش التوست، اربع كوبايات دقيق اسمر، كوبايه من الرده، ثلاث ارباع كوبايه من اللبن البودره، معلقتين بيكنج باودر، معلقتين خميره فوريه، اتنين ونص كوبايه من الميه الدافيه، ربع كوبايه من الزيت، رشة ملح، معلقتين سكر. العيش اللي بالردة عملنا كوباية ونص دقيق أبيض، قلنا ممكن نقسمهم كوباية إلا ربع دقيق أبيض وكوباية إلا ربع دقيق أسمر لو أنا عايزاه أسمر بالردة. نص كوباية ردة، معلقتين صغيرين خميرة، رشة ملح، مية للعجنة حسب ما ياخد وتكون دافية، ربع كوباية زيت. العيش الشامي، كوبايتين دقيق، معلقه كبيره زيت، رشه ملح، نص معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره ونص خميره فوريه، ميه للعجن تقريبا كوبايه بس برضو بنزلها دافيه واحده واحده، بعدين بعجن 10 دقائق اسيبها تخمر، بعدين افرد، بعدين اسيبها تاني تخمر 10 دقائق ربع ساعه، بعدين ابتدي اسوي. العيش الاسمر احنا فردناه على رده. العيش الصاج، كوبايتين دقيق ابيض، ثلاث ارباع كوبايه من اللبن الدافي، معلقتين كبار زبادي، معلقه صغيره خميره فوريه، معلقه سكر، رشه ملح، وميه للعجن، والعيش عندي استوى. شكرا جزيلا ليكم، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وافادتكم. ان شاء الله تجربوا كل الوصفات وتبعتوا لنا تقولوا لنا ايه الاخبار، واستنونا في الحلقه الجايه كتير ان شاء الله من اميره في المطبخ.